من حديقة إلى مخازن للأسلحة ومعتقل سري للمعارضين، ثم هدف للطيران الحربي. ثلاث مراحل أرادتها ميليشيا الحوثي لحديقة هران في محافظة دمار، لكن كل ذلك لم يمنع هذه الأسر والأطفال من العودة إليها بعد أن فارقوها أكثر من سنة، في لحظة الإصرار على محاولة خلق وسائل للحياة في ظل الموت الذي تصدره الميليشيا. على الرغم من افتقار الحديقة إلى أبسط الخدمات الأساسية كالألعاب والمقاهي ودورات المياه، ما تزال هران الوحيدة في المحافظة تشكل نقطة جذب للعائلات التي تحاول قضاء أوقات من المرح بصحبة الأطفال في محافظة أخضعتها الميليشيا إلى سلطتها وزجت بالعشرات من أبنائها كوقود في معاركها في المحافظات الأخرى والحدود مع المملكة السعودية. خلال السنة المنصرمة ارتبطت هران في أذهان أبناء ذمار والبلاد عموما بأبشع جريمة ارتكبت. كانت الحكاية مؤلمة، حيث أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطاف العشرات من المعارضين من أبناء ذمار وغيرها، بينهم صحفيين وسياسيين، أخفتهم هنا في هذه الحديقة وعرضتهم للإعدام الجماعي بقصف الطيران الحربي، ما أدى إلى استشهادهم جميعا. هذه الجريمة المشؤومة دفعت الأهالي لتسمية الحديقة بحديقة الموت.